مشاهدين لكم التحية أينما كنتم. سماحة الشيخ جلال الدين الصغير القيادي في المجلس الأعلى هو ضيفي لهذا الحوار، ورحب به قبل الحديث. لك التحية ومرحبا بك سماحة الشيخ. مرحبا بكم، حياك الله. بما أنه عرفتك القيادي في المجلس الأعلى، فبالتالي أنا أريد أتحدث عن الوضع الراهن من خلال منظومة المجلس الأعلى، وأبدأ مع الأزمة الأخيرة فيما يخص مجلس النواب ودخول المتظاهرين لهذا المجلس. كان موقفكم قاسي نوعا ما، حتى وصفتم المتظاهرين بالمنفلتين. مع العلم أنتم كإسلاميين خب شعار واضح، الحقوق تؤخذ ولا تعطى، ليش هذا التصعيد؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة، والشكر موصول إلى جمهوركم الذي يتابع هذه اللقاءات. أعتقد لم يكن هناك وصف لما جرى في البرلمان بحالة الانفلات، لكن هي بالنتيجة ما جرى لا تتسق ولا تتفق مع طبيعة الروح الديمقراطية التي يفترض أن تسيطر على النظام السياسي وعلى الأداء السياسي. لذلك ما جرى هناك أمران، أمر اسمه المطالبة بالحقوق، وهذا أمر واجب مطلوب ويجب على كل القوى السياسية أن تشجع على كل حالة فيها نمط من أنماط المطالبة بالحقوق، ولكن ليس كل مطالبة تؤدي إلى المطلوب، بل ربما تؤدي إلى ضرر. حينما نتحدث عن برلمان نتحدث عن إرادات متعددة، نتحدث عن كتل سياسية جاءت بقرارات شعبية، بمعزل عن أنها خانت جمهورها أو وفت مع جمهورها أو أنها تنصلت عن الأمانة أو ما إلى ذلك، بمعزل. ولكن هذه الكتل جاءت بناء على قرار شعبي، وبالنتيجة أي مجموعة شعبية مهما بلغت لا يمكن لها أن تصادر كل ما يوجد في من آراء الشعب الذي أرسل بممثله. قد لا نحبهم، ولكن بالنتيجة ثمة دور تعاهدنا على أن نمضي به، وهو أن العراق فيه نظام برلماني، والبرلمان عليه هو أن يقرر ماذا يجب أن أو على أي كيفية تمضي الأمور. الخطر في البرلمان أنه هو آلية التداول السلمي للسلطة، ولذلك أي إخلال في هذه الآلية ستعني الصورة البشعة الأخرى، وهي صورة الانقلابات أو صورة التداول العنيف أو المسلح للسلطة، وهذا ما لا يفكر به أي سياسي عاقل في بلد يمر بمثل هذه الظروف التي نمر بها. أنا أعتقد أن الجانب الأول في المطالبات كان جانبا سليما صحيحا، بمعزل عن بعض ما نقدر نقول بمعزل صحيح الهتاف، لأنه حتى المرجعية إذا أريد يعني من باب ما نقول المقارنة بس لربما من دائرة المقايسة، على أنه هي قالت حتى بح صوتنا على هذا السياق، وأيضا الجماهير من كثرة المطالبات أيضا أقول بح صوتها. أنا فقط أكمل الفكرة. أنا أقول عفوا فقط هي بح صوتها كذلك، وبالتالي أصبحت مصداقا لما قالته المرجعية ولا تحين مندم. لا، هذا مسألتين مختلفتين. أن المرجعية بحت أصواتها هذا كلام حقيقي، المرجعية ضغطت بشكل يعني هذا شديد. هذا مقدس وهذا غير مقدس؟ لا، خل أخدمكم، أنا ما خلتني أكمل كلامي حتى تفهم المطلوب. لا، بعدين انتقلنا للإرادة السياسية. العفو، أنا أقول أن المرجعية كلامها كان حقيقيا تماما، ولا أستثني بهذا الاتجاه أحدا. تحت عنوان المطالبة بالإصلاح، المرجعية طالبت ضغطت واستخدمت كل السبل من أجل تحريك عجلة الإصلاح. لكن أنا قلت بأن المظاهرات كانت في اتجاهها الأول سليمة من حيث المطالبة بالحقوق، سليمة من حيث الضغط على المسؤولين، سليمة من حيث إدانة الأداءات، هذا كله لا يوجد أي غبار عليه.
أعود وأقول بمعزل عما إذا كانت بعض الهتافات تتناسب مع هذا الأمر أو لا، لكن الأمر الآخر هو في عملية الوصول إلى هذه المطالبة بالنتائج في أرض الواقع. طيب. المطالبات لا يمكن أن تبقى شعارا بلا تجسد على أرض الواقع. حينما نتحدث عن برلمان، إذن يجب الضغط على الكتل البرلمانية للوصول إلى آلية محددة. الشيء الغريب هنا أن الجمهور طالب بأمرين أساسيين، والوضع تحول إلى أمر ثالث لا علاقة له بالجمهور. قد ما دخلوا الخضراء في كل الوضع. الجماهير طالبت بتحسن الوضع المعيشي، والجماهير طالبت بالوقوف ضد الفساد. هذين المطلبين الأساسيين الذين يعني الذي سمعناها في مطالبات الجمهور. الذي جرى في خلاصة هذا الأمر أن الأمر تحول إلى لعبة كراسي، من الذي يتغير، من الذي يأتي، من الذي يذهب، وما إلى ذلك من هذه ممكن الأمور. ممكن نقرأها بقراءة أخرى على أنه هذا درجة وعي ورقي لدى الشارع. سابقا كنا نخدر فقط يعني تحسين المعيشة والكهرباء، اليوم لا، بدأ يعرف المطالب ويريد يضع العملية السياسية على السكة الصحيح. القضية السياسية تارة نقول أن مشكلتنا مع زيد من الناس، طيب. إذن ليرحل إلى جهنم وبئس المصير على في أقصى الحالات، لكن حينما نقول بأن مشكلتنا تتعلق بالاقتصاد وتتعلق بالنظام الإداري في الدولة وتتعلق بالإثرة المالية التي لطبقة دون الطبقات، طيب. الأخرى، إذن كل المشكلة مشكلة في عالم الاقتصاد وفي عالم معيشة الناس. هذه المعيشة ما علاقتها بأنه غير الوزير الفلان ويجيب وزير فلان. الوزير مهما يكون قديسا في هذه القضية لا يستطيع أن يتحرك إن لم يكن هناك مال. طيب. لا يستطيع أن يتحرك إن كان النظام القانوني أو التشريعي في وزارته لا يتيح له أن يتصرف بالطريقة المناسبة لرؤيته في هذا المجال. كثير من الناس أيضا الذين تنادوا بالتكنوقراط لم يكونوا يعرفوا بمعنى كلمة التكنوقراط، فضلا عن أن الذين جيء بهم أو اقترح بأن يأتون هل هم بالفعل هم أفضل من غيرهم أو لا. موضوع التكنوقراط أريد أفصل بها، بس خليني فقط في دائرة الموقف لأنه الموقف ترتب عليه أثر. أنا لا يعني فقط أصيغة بالسؤال لو سمحت الشيخ، مو فقط رفضته، بس بيومها من خلال وسائل الإعلام شفنا أفراد من سرايا الجهاد ومن سرايا خراسان، فبالتالي كان أكو وجود جناح عسكري للمجلس الأعلى على بوابات الخضراء. كنتوا رايحين إلى موضوع الصدام شيعي، يعني شلون كان هذا التصعيد؟ لم يكن هذا الأمر إطلاقا له وجود، يعني في التظاهرات لم يكن هناك أي فصيل مسلح لا للمجلس الأعلى ولا لغير المجلس الأعلى. نعم في اليوم الثاني أو الثالث باعتبار أيام الزيارة والخشية من الخرق الأمني الناجم عن الصخب السياسي أو عن الوضع السياسي، الخشية كانت كبيرة على الزوار، شعبنا في الشارع، يعني الزوار يفترض أن تؤمن لهم أوضاعهم التامة، وبالنتيجة تم الخشية من باتجاهين، الإضرار من ناحية داعش وعملية الانقلاب العسكري التي كان يمكن أن تحصل في أي لحظة في تلك الفترة. لذلك هذا تحليل موضوع الانقلاب العسكري، لو عندك معلومة في هذا الشأن. لا كانت معلومات كانت معلومات أنه يمكن أن تتحرك بعض الاتجاهات بهذا الصدد. لذلك يصير انقلاب عسكري كان على أساس ليس يعني الأمني عادة ما يفكر بكل الاحتمالات، لا يضع احتمالا له هذه الأهمية من دون أن يراقبه ومن دون أن يضع المحددات التي تقف أمامه. لذلك قوى الحشد الشعبي بقرار من هيئة الحشد الشعبي، وأنتم تعرفون هيئة الحشد الشعبي هيئة رسمية وقانونية، طلب من قواتها أن تمسك الجناحات الرخوة أو التي يمكن لهذين الملفين أن يتضرر بها. أعتقد غالبية قوى الحشد الشعبي الرئيسية
يعني هذا شيخنا هذا الكلام مو دبلوماسي خلف الكواليس؟ لا أبدا لا 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 أبدا أبدا أنا أتحدث عن واقع، لا يوجد هناك شيء أخفي طيب في هذا. المتظاهرين كانوا شعب عراقي لو كان جهة سياسية بين قوسين دولة صدريين، وأنتم يعني كانت هاي ملاحظاتكم عليها لو لا هذول من كل الأطياف، شو قريتوا المشهد؟ التيار الأعم الأغلب كان تيار صدري لا شك ولا ريب، لكن هذا لا يعني عدم وجود عناصر أخرى من تيارات مختلفة أو من هذه الأغلبية الصامتة الموجودة في الشارع العراقي. من بعد ما موقفكم فضت الشراكة أو صار انعزال بين الصدريين والمجلس الأعلى؟ لأنه أكو حديث متشنج، أنا استغربت في بداية الحديث قلت إحنا من وصف ما وصفناهم بالمنفلتين، مع العلم لا خطاب السيد الحكيم وهو يمثل خطاب المجلس الأعلى. أنا أتحدث عن قيادة المجلس الأعلى، يعني لا يمكن وصف مثل هذه الأمور. المتظاهرين المنفلتين، هناك أمر، هناك متظاهرين وهناك النهايات السائبة التي بقيت من بعد التظاهرات، أمران مختلفان. حالة الاعتداء التي تمت في داخل البرلمان لا يمكن أن تكون حالة مطالبة شعبية أطلاقا، لا يمكن أن يضرب البرلمانيون لا لذنب إلا لأنهم برلمانيون، أن تعم الفوضى في جلسات البرلمان، أن يهدد البرلمان بالطريقة التي يشعر الكثير من أفراده بأنه لا يعودون إليه لأنهم مهددون. هذه قضايا مختلفة تماما عن قضية المطالبة بالحقوق الشعبية العامة. طيب بدأ الحديث بعنوان الإصلاح وصارت هاي الأزمة، واقعا هي الأزمة شيعية شيعية لو أزمة متعددة الأطراف سواء كان البيت السني أو البيت الكردي أو الشيعي، مو الأطراف الأخرى تقول لا أنتوا هاي الشيعة أنتوا بيناتكم، فأنتوا شلون قريتوه كمجلس أعلى كقيادة؟ أنا أقول من الذي يحكم؟ هل هم الشيعة الذين يحكمون حتى تكون كل أزمة تصنف على أنه هذا حكم شيعي وما إلى ذلك؟ هناك أناس يحملون الهوية الشيعية بما بمعية من يحمل الهوية السنية، بمعية الهوية الكردية هم يشكلون كل هذا الحكم الموجود. لذلك القوى التي نادت، لا شك أن التيار الصدري هو الذي نادى بالموضوع، ولكن لا أستطيع أن أقول بأن السنة لم يكونوا متواجدين في داخل التظاهرات. أيضا الذين تظاهروا ضد أو اعتصموا ضد رئاسة أقصد الأزمة السياسية. أنا أقول الأزمة ليست شيعية شيعية وإنما هي أزمة وطن وأزمة مغالبة سياسية أكثر مما هي مغالبة طائفية أو ما. الموضوع الطائفي ليس مطروحا على الإطلاق، لا أعتقد أن أحدا طرحه بشكل من الأشكال. ربما الأدوات التي تتعامل بالموضوع هي غالبيتها شيعية، ولكن الطرف الكردي ليس منعزلا عن هذه الأزمة، والطرف السني أيضا ليس منعزلا عن هذه الأزمة، بل هم فاعلون. الآن نحن مع تداعيات الأزمة، الآن لدينا موقف من القوى السنية إن ما أرادت أن ترجع أو لا ترجع إلى البرلمان، موقف من القوى الكردية مختلف تماما عن موقفها ما قبل التظاهرات. لذلك لا يمكن وصف المشهد بأنه مشهد طائفي أو صراع شيعي شيعي. طرحت مبادرة على أساس تأسيس يعني كتلة عابرة للطوائف تضم مجموعة من المكونات، وهاي اللي كان فيها شيء من الغرابة على أنه أنتم قبل فترة يعني لربما توقيعكم على وثيقة الشرف كان خلاف ذلك، يعني يؤسس إلى دارة المحاصصة. اليوم تدعون أو دعوة إلى كتلة عابرة الطوائف، ما هو هذا المشروع مشابه لمشروع جبهة الإصلاح البرلماني المعتصمين، خب ادعموهم وكونوا ياهم ذات النسخ. أولا الموضوعين يختلفون تماما يعني. أه. نحن حينما نتحدث عن وثيقة إصلاح عبر كتلة عابرة للطوائف وعابرة للانتماءات، إنما نتحدث عن مشروع للإصلاح قبل ما نتحدث عن الأطراف التي ستنتمي إلى هذا المشروع. رؤيتنا إلى الإصلاح تتم بالطريقة الفلانية الكذائية بمعزل عن الأسماء ومن يتصدر ومن يتخلف. بعد ذلك تأتي القضايا بالاتجاه الذي تسير عليه لعبة
تحقيق هذه المشاريع. ما جرى في البرلمان مسألة مختلفة تماما. كان هؤلاء يريدون تغيير الرئاسات، يعني مطالبهم لم تكن حتى تتفق على المشروع السياسي المعلن الأول، ونحن نعرف أن ما يعلن في السياسة ليس هو ما يخفى من جوانبها، ما يخفى هو الأعظم. يعني غالبية الإعلانات لا يمكن لي أن أسميها بأنها تمثل حقيقة يعني يافطة الإصلاح ليس يافطة حقيقية بالنسبة للنواب المعتصمين. أنا أتعجب أن يعني النائب يعتصم على نفسه، أو يعتصم على ماذا؟ هو نائب، إما أن يأتي بالنصاب لتحقيق مطالبه، وإما أن لا يأتي، يرضخ للعبة يعني لإرادات النصاب. أما أن يعتصم، يعتصم على ماذا؟ ألم يكن هو طرف في كل هذه يعتصم على الكاريزمات السياسية اللي ما تتيح له مجال. من الذي جاء بها؟ من الذي جاء؟ كل هؤلاء يتبعون، وبقوا المشروع في غالبيته يتبع كاريزمات خاصة. ونعلم من الذي يحرك مثل هذه الأمور. ولكن بالنتيجة هناك شيء اسمه أن البرلماني لا يحق له الخروج عن قواعد العمل البرلماني. القواعد العمل البرلماني هناك قرار عبر آليات محددة يصدر بتصويتات محددة، أما بطريقة الضرب على الكراسي والمقاعد وما إلى ذلك ورمي القناني، لا كيف يمكن لنا أن نسمي هذا هو العمل البرلماني؟ لا يمكن لنا أن نفهم الأمور بهذه الطريقة. ولذلك أنت شكرت السيد مقتدى الصدر وقلت شكرا له لأنه فضح تيار المفسدين. كنت قاصد هذه الجهة؟ وليش وصفتهم بالمفسدين؟ أنا ثمنت موقف سماحة السيد مقتدى في وقته، وقلت بأنه منع موجة كانت تريد أن تركب على ظهور الناس، وكثير من هؤلاء هم من له علاقة بالفساد مباشرة أو بصورة غير مباشرة. نحن حينما نتحدث عن حكومة حكمت لمدة 8 سنوات ونرى أطرافها يتظاهرون ويعتصمون وما إلى ذلك، وغالبية الفساد هو موجود في هذه 8 سنوات، إذن من الذي أفسد؟ هل هو هذا الشعب المسكين الذي أفسد، أم أن هؤلاء؟ بس كلمة وصف المفسدين يعني فيها شيء من القساوة، لأنه مو بس جماعة الدعوة معتصمين، أكو جماعة أنا علاوي. لا أتحدث عن وكان وصف عام. أنا لا أتحدث عن موقف عن جهة سياسية. لدي أصدقاء في الدعوة أعتبرهم متدينون، ولدي الموقف الآخر مسألة أخرى. يعني مو تيار مفسدين بعمومة مو كله. أنا لا أتحدث عن جهة سياسية. لا أنا فقط على خطابك يعني. أنا قلت لا أتحدث عن جهة سياسية، وإنما أتحدث عن إرادات لعبت دورا أساسيا في عملية الفساد وإفساح المجال له. إن لم يفسدوهم قصروا في محاسبة المفسد. وبالنتيجة هؤلاء يتظاهرون على ماذا؟ لو كنا في بلد آخر لرأينا الكثير من القيادات الآن يفترض تقف في المحاكم وتساءل من أين لك منطق، من أين لك هذا، وكيف تصرفتم بالأمر الفلاني والأمر الفلاني. مسألة طبيعية يجب أن يعني أن تجد، لكن العراق للأسف الشديد لا يوجد فيه هذا النظام. مو مثالية الحديث عن كتلة عابرة طوائف؟ نعم في واقعنا أعتقد مثالية. لأنه على سبيل المثال إذا دخلنا الأروخة البرلمان وأسس المجلس الأعلى مع أخوانه هذه الكتلة العابرة الطوائف، سمحت الشيخ قل لي شلون راح يناقشون قانون العفو العام مثلا؟ السني راح شلون راح يكون؟ الشيعي شلون؟ الكرد شلون في موضوعة النفط والغاز؟ هاي الأزمات يعني فعلا هل أريحية هاي راح تمشي لو المسألة فقط للتجميل الإعلامي؟ أنا أعتقد أن غالبية هذه المسميات شعارية أكثر مما هي واقعية. يعني إذا كانت الكتل السياسية حينما تحدثت مع جمهورها بعنوان أن لديها برنامجا ولديها مشروعا وما إلى ذلك، بمثل هذه الطروحات إيقاف المحاصصة أو إيقاف المكونات الطائفية أو ما إلى ذلك، ليست هي القصة. والقصة هي كما قلت لك هي قضية مغالبة أكثر ما هي واقع. لكن يبقى هذه الكتل التي لديها برنامجا كيف ستتفق مع الآخرين؟
في شأن البرنامج. أنت ذكرت مثال طيب أنه كيف سيتفقون على العفو، وسينفجر أي عقد بين هؤلاء لأنهم غير منسجمون في أصول الأفكار السياسية وأصول المشروع السياسي الذي لا يتفق. حين يتفقون على سبيل المثال على دعم الحكومة، هذا أمر مرحلي يمكن لإيجاد مثل هذه المكونات، أو يتفقون على تمرير قانون معين ممكن، لكن الحديث عن أن مشروع الكتلة الفلانية يذوب في مشاريع أخرى ويتماهى بحيث لا يبقى، ما هذا أمر. ليش طرحتوا إذا هي شيء؟ نعم. ليش طرحتوا بالمجلس الأعلى إذا ما إلى مصاديق، ما إلى تطبيقات، فيه صعوبة؟ بعض الأحيان أنت تطرح من أجل إلزام الآخر. وتهدئة الوضع. من أجل إلزام الآخر، إذا كان العلاج هو الذهاب إلى كتلة عابرة لنذهب، لا توجد مشكلة. لكن من حيث الأصول أنا أتحدث، كثير مما طرح، افترض مثلا إلغاء المحاصصة أو إلغاء الطائفية السياسية أو ما إلى ذلك، في الغالب هؤلاء يتحدثون بلا واقعية أكثر ما يتحدثون عن المساس بالواقع. من الذي صنع هذه الواقعيات ليس مهما. الآن نحن حينما نتحدث عن هذا الواقع، قد تنظر أنت إلى مسألة المحاصصة بعنوانها أنها للاستئثار بالمقدرات، وهذا غلط تماما يعني في مثل هذا المجال. وإنما مبدأ المحاصصة هو معمول في كل البلدان الديمقراطية، لا يوجد هناك يعني شيء آخر في البلدان الديمقراطية التي فيها أحزاب متعددة إلا هذا المبدأ. ليس لدينا نظام الأغلبية المطلقة السياسية التي تحكم وتنعزل الأخرى إلى حالة المعارضة، لا يوجد لدينا هذا النظام. حينما نتحدث عن المحاصصة قد نتحدث عن مبدأ المراقبة الذاتية لكل فريق مع الآخر، نتحدث عن المنافسة ما بين هذه على أساس تقديم الخدمة الأفضل أو على تقديم الأداء الأفضل. أنت كسياسي من الذي يراقبك؟ لابد أن النظير الآخر يراقب، وبالنتيجة هذا النظير الآخر إن لم يكن لديه سلطة ما، كيف يمكن له أن يراقبك؟ سيتم الاستفراد، رأينا في الحكومة السابقة كيف تم الاستفراد بكل المقدرات ومشت الأمور بالطريقة. ماكو دولة ما بيها هذا السياق، سياق المحاصصات. بس احنا بالعراق أسستونا إلى عرف جديد اللي هو بأنه اللي يفوز بالانتخابات ويصعد برلمان تحصيل حاصل لازم يصير وزير، هذا ما موجود. أوكي صير أنت محاصصة بس داخل البرلمان ومارس عمل الرقابة. هذا العرف خاطئ. اللي هو بالعراق كثير من الوزراء ما لهم علاقة بالبرلمان، بس النواب يعني الأحزاب تجيبهم. هذا الكلام يقودني يعني إلى موضوع التكنوقراط. يا عزيزي لا تسمح لي، أنا انتخبت بعنواني عضو في البرلمان على سبيل المثال، عندي جمهور، هذا الجمهور ينتظر من عندي أداءات معينة. قلت له راح أسوي في قصة المجاري الموضوع الفلاني، وفي قصة الشارع الفلاني راح أسوي الموضوع الفلاني. أنا أعطيت وعود. طيب هذه الوعود كيف تنفذ؟ لابد من وجود آليات معينة. جربنا. أنا أتحدث مرة عن الفكرة وأخرى نتحدث عن التطبيق. لا بس الفكرة شلون نعرف مصداقيتها؟ غير 13 سنة شفنا كل الأحزاب مروا على كل الوزارات. أخي الكريم، التوحيد الإلهي فكرة، لكن هؤلاء البشر الذين يتحدثون عن التوحيد الدينية من دخل. لا لا ما له دخل. الأفكار تبقى أفكار لها حصانتها. سمعت الشيخ. التطبيق مسألة أخرى ترتبط بأن هؤلاء خذلوا الفكرة. بما أنه سياسة فن ممكن فنتهم. أعطينا مجال شوية سمحت الشيخ، يعني من 13 سنة كل الأحزاب افترت على الوزارات وتبين للشارع العراقي على أنه مو أسست إلى السلطة وأنما أسست إلى ثروة السلطة، فبالتالي شفنا ما شفنا، نريد نغير. أنا في بداية الكلام ما أعرف بأنه حسيت عندك موقف بأنه مو بالضرورة الجماهير تطلع على موضوعات سياسة تكنوقراط وأحكام وكذا وزراء، خلي الطالب بالاقتصاد بالمعيشة بالكذا. وهسه أريد أذكر هذا النموذج في موضوع التكنوقراط مع المجلس الأعلى، كان عندكم موقف في بداية الأمر بأنه إذا تمشون للتكنوقراط المستقل فغيروننا حتى العبادي، هذا كلام مضى. اليوم صار حديث عن موضوعات العبادي، اليوم المجلس الأعلى هو أشد المدافعين، يقول لا غيره بس العبادي يبقى. شنو الموقف في هذا الشأن؟
أولا لا وجود لمثل هذا المنطق يعني في داخل المجلس الأعلى. العبادي ليس مقدسا. العبادي اليوم هو بديل عن الفراغ السياسي أو عن المجهول. فإذا توفر المعلوم العبادي ليس هو الخيار الأمثل. رأينا الأداءات ورأينا كثير من والفيتو الأمريكي عليه. نعم والفيتو الأمريكي السند الأمريكي ما له علاقة. لا يأثر لا علاقة لهذا ولا لذاك. وإنما واقعا ما يأثر؟ ما يأثر. إذا كان هناك ضوء في الأفق سنذهب إلى هذا الضوء. العبادي هو يعرف نفسه أيضا يعني ليس الأمريكيين أيضا حينما يتحدثون عن نفس هذه النقطة. الإيرانيين حينما يتحدثون أيضا يتحدثون عن نفس هذه النقطة. كثير ليس المجلس الأعلى الكثير أيضا يتحدث عن هذه القضية بالذات يعني. طيب. لكن المسألة هنا أنا أعود إلى كلامك الأول. أنا أقول إذا كانت الأحزاب فعلت ذلك فهي مخطئة على حال. حينما إذا قلتم بأن الأحزاب أثرت نتيجة وبالنتيجة على القضاء أن يلعب دورة في هذا المجال. من الذي يقول بأن فلانا أثر لصالح حزبي وما إلى ذلك؟ لا يوجد غير آليات القضاء وآليات النزاهة. ولذلك شرطنا منذ البداية أن يكون القضاء مستقلا حتى يستطيع أن يمارس دوره في الرقابة وفي الحصانة وما إلى ذلك في حفظ المال العام وما إلى ذلك. للأسف الشديد القضاء أهون بكثير من هذه المهمة. استهان بنفسه واستهان به الآخرون ولذلك لم يكن. وسيس. نعم. وسيس. سويس. نعم. طيب. سويس. أنا إذا فصل بهذا الموضوع فقط اسمح لي هذا بلا فاصل. أما بالنسبة. بعد الفاصل أكمل الحديث سادة المشاهدين فاصل ونعود. من جديد لكم التحية. قبل الفاصل كنا نتحدث على أنه موضوعة القضاء لا بل مؤسسات الدولة ككل. هذا المنظار منظار الواقعية والمثالية. الواقعية يراد لها أن تكون بخطى سليمة وبعيدة عن دائرة التحزب حتى لا نذهب إلى دائرة الفساد. بس الواقع قررنا غير شيء. قلت بأنه القضاء وسألتك أنه القضاء مسيس لك حديث بهذا الشأن. نعم القضاء سيس للأسف الشديد بشكل فظيع جدا وبالنتيجة لا نعتقد بوجود قضاء مستقل الآن. أنا شخصيا أتحدث أن القضاء لم يؤدي دورا. القضاء هو أحد العناصر الأساسية للفساد الموجود ولولا تهاون القضاء لما رأينا الجرأة والوقاحة لدى الكثير من المفسدين في أن يمضي بأمر الفساد من دون أن يخشى أي جريرة. طبعا هنا من الذي يحاسب؟ هي قصة عقدة كبيرة. اليوم الكل يتحدث بوجود مفسدين. طيب. والشارع يتهم الجميع أيضا بهذه القضية. هنا من يستفيد من كل هذه القضية هو المفسد. لأنه أن يعمم الشارع نظرته في الحكم على الجميع إنما يشمل الأمين ويشمل الخائن يشمل الفاسد ويشمل غير الفاسد الصالح مع الطالع. نتيجة الطالع هو الذي سيستفيد لأن الجميع نزلوا إلى مستوى. بينما هناك آليات محددة يفترض على الحكومة بالدرجة الأولى وأقصد رئاسة الوزراء بالدرجة الأولى وهي الجهة الأساسية المعنية بإدارة كل الملفات التنفيذية في الدولة. ولذلك لا يمكن التعويل فقط على القضاء لنقول بأن على القاضي أن يذهب. هنا مهمة المفتش العام، مهمة من يدقق وراء المفتش العام، مهمة ديوان الرقابة المالية، مهمة هيئة النزاهة، وهذه كلها بيد رئيس الوزراء. لذلك إذا كانت هناك معضلة لدى حزب من الأحزاب في الإثراء على حساب المصلحة العامة أو على حساب أموال الدولة أول من يحاسب يجب أن يحاسب رئيس الوزراء. طيب وإذا كانت هذه المؤسسات مدعومة حزبيا أو تقف خلفها جهات سياسية مهما يكون إذا كنا نريد أن نقيم دولة هذا معيار الدولة. إذا كنا نريد أن نقيم مشروعات أحزاب ومنظومات أحزاب
عند لن يكون هناك دولة. طيب. ستكون هناك كانت هناك متعددة. إذا كنا نريد أن نقيم دولة كما تتفضل كإسلاميين من بعد 2003 إلى اليوم نجحتوا بإقامة هذه الدولة، وبالتحديد أقصد البيت الشيعي، لأنه يعني دائما المجلس الأعلى يتحدث عن البيت الشيعي وعن التحالف الوطني. اسمح لي أخي الكريم، أنا كان عندي رؤية مبكرة بأن يعني دخول الإسلاميين إلى السلطة التنفيذية بعنوان الاستئثار بالسلطة التنفيذية كان خطأ كبير منذ البداية. رحمة الله على السيد عبد العزيز الحكيم حينما انتصرت رئاسة قائمة الائتلاف العراقي الموحد سألني من الذي يكون رئيسا للوزراء، الدكتور عادل أو الدكتور إبراهيم جعفري؟ قلت له الدكتور أحمد الشلبي. السبب أني كنت أخشى أن الفريق أو العناصر الموجودة على واقعيات الساحة لن تسمح للإسلاميين بلعب دورهم بالشكل الطبيعي، لذلك سيضعون كل العراقيل المطلوبة لإفشال هذه المهمة، بالإضافة إلى أن الدولة فيها تراكمات هائلة من الخراب. لا يعني أولا هكذا نقول بأنه بالبداية كان عندك تخوف على أنه أكو عراقيل توقع هاي الإسلامية، بس بعد هاي 13 عام شو تبين عندك على أنهم الإسلاميين فاشلين لو أكو ناس فشلوهم؟ لا لا، كل العناصر موجودة، يعني كلاهما. العناصر المضادة موجودة، العطب الذاتي الموجود في الدولة أساسا موجود، وأيضا الأداءات التي قام بها الكثير من المسؤولين كانت أداءات مخيبة للآمال، ربما لحجم المهمة ولطبيعة حداثة التجربة، ولكن لا شك أن بعضهم أساء بتعمد، يعني هناك من أساء بلا تعمد، ولكن لا شك ولا ريب أن هناك من أساء بتعمد، ولذلك رأينا الحاكم بعد مدة يقول بأننا علمانيون، ليس لأنه من الواضح الإسلام يفتضح. يعني يمكن لإنسان أن يقول بأني إسلامي وما إلى ذلك ويكذب، بمجرد كذبه يفتضح. بعد ليش زعلتوا من الصحة وباسم الدين باقون الحرامية؟ الكلام هنا اتهام للدين أكثر ما لا لرجال الدين، مو يعني نعم. مو للمنظومة الدينية، وإنما لرجال الدين اللي باسم الدين اللي تلبسوا الدين. من هم رجال الدين في هذا؟ اللي هسه ذكرتهم حضرتك على أنهم فشلوا بعدين قالوا إحنا علمانيين. لا أنا أقول أنت تعال جيب لي رجل قال بأني أمارس الدين في هذه الدولة، ما مشكلة. الدولة نظامها نظام علماني والدستور دستور مو دستور إسلامي، نعم وضع قيد بأنه لا يتعارض مع ثوابت الإسلام، ولكن الدستور في غالبيته هو قد لا أقول علماني وإنما هو ليبرالي في التوجه. أما هؤلاء الذين حملوا اسم الإسلام لكن تجربتهم ليست إسلامية، لا يمكن محاسبة الدين أو محاسبة الإسلام بناء على أفراده. يعني الآن لو أريد أتجه بالاتجاه الآخر، عندي استالين في المنظومة الشيوعية، هل أقول أن يعني أحكم على الشيوعيين كلهم بأوضاعهم بمطلقهم من خلال نموذج استالين؟ ما يمكن. الرأسمالية بها إيزنهاور وبها روزفلت وبها تشرشل وبها ديغول وما إلى ذلك من كبار صناع قرارات الحروب الكبرى. المثالات خارجية في داخل واقعنا. أنا راح أعطيك المثال الداخلي. نعم. سابقا كثير ما نسمع الشيخ جلال الدين صغيرة يتحدث عن تجربة حزب الدعوة عن 8 سنوات فاشلة مع الشخص سيد المالكي، وبالتالي أنا أسألك هذا السؤال على أنه هذا هو حزب إسلامي خلال هاي المرحلة السابقة هم رجالات أداروا مؤسسات بمدراء عامين بوكلاء وزراء بكل هذه التفصيلات الجزئية التي أنت تعتقد على أنها تمثل الدولة العميقة، فشلوا أم لم يفشلوا؟ حينما نتحدث عن حزب أنا لا أستطيع أن أقول بأن الذين حكموهم حزب بعنوان المنظومة الحزبية، نعم غالبيتهم من الحزبيين ولكن لم يكونوا كلهم على وتيرة واحدة. أنا أعرف رجال أصلي وراءهم جماعة من حزب الدعوة لبرهم، ولكن بالمقابل قد لا أصلي وراء شخص من المجلس الأعلى. مسألة أخرى، يعني في طبيعة الأداء في طبيعة الأمانة لا يوجد هناك صفة سياسية على الفساد
كما أنه لا توجد صفة سياسية على الأمانة. المجموعة تؤتمن من خلال أداءاته وتخون من خلال أداءاته. لذلك التقييم اللي موجود، أنا أجاني شخص قال لي شيخنا أريد نصيحتك، وأنا في حزب الدعوة، أنا أعرفه أيضا في قلت له أنت جاي إلى شيخ جلال، تعرف أنا موقفي منكم موقف سلبي. قال لي لا أنا أريد، فقلت له تريد نصيحة سياسية لو نصيحة دينية؟ إذا كنت تريد نصيحة سياسية أنا أتمنى عليك أن، كان الرجل معروض عليه إدارة عامة أن يستلم مديرية عامة، وكان يسأل أنه أروح لو ما أروح، فقلت له إذا تريد نصيحة سياسية أنت لا تطلبها، لأن جماعتك مصرين على أن يأخذون كل شيء، وبالنتيجة راح تجيك بدون مني من أحد. مرة أخرى من الناحية الدينية أنت ستذهب إلى مكان أسفله فاسد وأعلى فاسد، هل ستتحمل ضريبة النجاة من هذا الفساد؟ قال لي بالحرف الواحد لن أذهب، والرجل التزم بهذا الأمر. لذلك ما عندنا فد منظور مطلق على كل التيارات أنه في هذا التيار كلهم نزيهون وفي ذاك التيار كلهم فاسدون، لا، أكو هكذا وأكو هكذا. يعني الموضوع نسبية، إحنا الوصف أكيد مو وصف الكل، بس على الأقل لا شك أنه لا شك أنا أريد أن حزب الدعوة بتيار الأستاذ المالكي كان هو ولا زال هو الوضع الأعمق في داخل الدعوة. أنا أقول لا زال يعني رغم التغيير الذي حصل، ولكن إرادة لا زالت الدولة العميقة في العراق خلفها شخصيات السيد المالكي بهذا الوصف. يعني شخصيات حزب الدعوة من الذين ينتمون إلى المالكي ربما غيروا بعد ذلك ولاءاتهم إلى الدكتور حيدر العبادي، ولكن هؤلاء هم من يمسك يعني العمود الفقري الأساسي. لا أستطيع أن أقول تارة كل فرد في حزب الدعوة هو فاسد، أبرأ إلى الله من هذا الكلام، لكن تجربة الحزب في التعامل مع إدارة الدولة للأسف الشديد كانت سيئة. أريد أعوف الحديث شوي بالسياسة، وأريد أتحدث ويا الشيخ جلال الدين صغير بقناعات الفكرية. قبل أيام مع هذه الأزمة، أزمة البرلمان، تحدثت والمقطع موجود في الأنترنت، جيت إلى رواية وقلت بأنه لابد للناس، قول الإمام علي عليه السلام، لابد للناس من أمير برا كان أو فاجرا، وقلت لهم يا أخوان نصايع بارتك حتى الوضع لما يخالف خلينا نقبل به حتى نمشي الوضع كما هو. خب كان بقيت صدام إذا هيك، خب الإمام الحسين ليش طلع أصلا؟ ليس الأمر بهذه الطريقة، وإنما أنت جوزت لهم بقاء الظالم. اسمح لي أخي الكريم، تارة نتحدث عن الثورة ضد الظلم، لا يوجد عاقل من لا يتحدث بهذه القضية. مرة أخرى لدينا واقع اسمه حكومة ضعيفة، إذا ما ذهبت لا نعرف ما الذي سيحصل. عندئذ العاقل ماذا يفعل؟ ما بين أن يخير ما بين المر والأمر، ما بين الظالم والأظلم، ما بين الفاسق والأفسق، ما بين الفاجر والأفجر، من الذي يختار؟ بس منطوع الرواية لأجل الواقع، الرواية تتحدث بمنطق واضح جدا بمنطق واضح جدا، لابد للناس من أمير. هسه هذا الأمير بر أو فاجر، لابد من يمسك المنظومة العامة. فاجر وليس ظالم. الفاجر ما هو فرقه عن فرق بين الفجور والظلم؟ أبدا، الفاجر ضد التقي، بس مو بالضرورة كل فاجر فاسق هو يكون ظالم، مو بالضرورة. أنا أقول كل ظالم هو فاجر لأنه يفجر عن أمر الدين، وكل فاجر هو ظالم؟ مو بالضرورة، مو بالضرورة. هو ظالم لنفسه وقد يكون ظالم لغيره أيضا، لا يفجر إلا من خلال ظلم. بس ما ملازمة يعني على أنه ظالم نفسه مو بالضرورة؟ لا أحسن. قد يكون الإنسان يشرب خمر، لأنه هذا هو اللي يختلف بين موروث الشيء عن الموروث الآخر. خلق خدمك، الحديث واضح جدا، لابد للناس من أمير يمسك بالمنظومة العامة. هذه المنظومة العامة تارة يمسكها إنسان ظلمه لشريحة معينة، وأخرى تمسكها مجموعة ظلمهم يعم على الجميع. عندئذ العاقل ماذا يختار؟ يختار سأصبر، سأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، وكان الظلم علي خاص. هذا تعبير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يسالم مع من قال بأنه ظالم. لذلك الحديث طبعا
الحديث عن المناكفات السياسية ووضع الكلمات في إطار غير إطارها يمكن الضحك به على ذقون الناس وإيجاد جو جماهيري معين، لكن واقع الحال اليوم احنا نتحدث، لنفترض أن نقول بأن هذه الحكومة ظالمة، أتفق أن هناك ظلم كبير، لكن إبدال الحكومة ما الذي سيحصل إن لم يكن هناك معلوم؟ سنذهب إلى الميليشيات، سنذهب إلى الأحزاب وسيطرتها، عند ذلك الظلم لن يكون على فئة واحدة، سيكون الظلم عام على كل الشعب، باعتبار كل حزب. أنا عايشت الحرب اللبنانية الداخلية، وهذا الموروث الشيعي يقرب هذا القول؟ نعم، وهذا الموروث الشيعي يقرب هذا القول على أنه جواز بقاء الحاكم الظالم أم جواز الذهاب بالعكس على أنه الخروج عليه؟ بقاء الظالم مرهون بوجود المقومات النهوض عليه. بني العباس كانوا ظلمة، ولكن الأئمة لم يقوموا عليهم صلوات الله وسلامه عليه. بني أمية أيضا كانوا ظلمة، ما عدا الأئمة الثلاثة صلوات الله وسلامه عليه، موضوعهم هم مختلف عن بني أمية، ولكن الأئمة البقية يعني الإمام السجاد عليه السلام والإمام الباقر والإمام الصادق لم يذهبوا باتجاه النزوع المسلح، بل وقفوا ضد من حاولوا أن ينزعون إلى السلاح، لا سيما في زمن بني العباس. إذن تفسيرك ما في شيء من الغرابة، يعني متسق مع الموروث الإسلامي الشيعي؟ مسألة عقلية، مسألة عقلية وحتى من الناحية الشرعية لا يوجد، يعني نفس الأمير لما يقول لأسالمن ويسالم مع من؟ يقول ما دام الظلم علي خاصة، هو رفض البيعة لأن هناك ظلم، ولكن مع ذلك قال ما دام الظلم علي ما يخالف أقبل. ما دمت أنا أبحث عن غرائبية الشيخ الصغير، فبالتالي أذهب إلى رواية أخرى ومقطع آخر. تاريخ عالم الفكر الإسلامي على الأقل المعاصر وبالتحديد الشيعي، ما وجدنا رواية أو شخص يتحدث لا الكوراني ولا الآخرين في موضوع الدراسات الإمام المهدي، ما وجدنا واحد يتحدث على أن هنالك حديث من معصوم على شخصية معاصرة، إلا الشيخ جلال الدين صغير يقول عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق ويوصينا ويذكر هذه الأسماء سجستان وسيستان، عفوا خراساني وسجستان. يقول خراساني واضح، بس السجستان يا أخوان خلونا أوضح لكم، وبقراءة وباجتهاد شخصي يثير الآخرين يثير من يبحث في الفكر الإسلامي، تعرفه لهم تقول سجستان المقصود به السيد السيستاني. أنا أعتقد أنك سمعت بالاتجاه الآخر، أنا لم أتحدث بهذه الطريقة، أنا أتحدث عن أن كلمة سجستان هي تعني سيستان. الحديث عن سيستان يختلف تماما عن الحديث عن السيد السيستاني دام ظله الشرف. هناك تطبيق خاطئ تماما، لست أنا طرفه في هذا المجال، أنا أفسر رواية حينما قلت بأن الخراساني واضح لأننا موعودون بالخراساني وهو الشخص المعني. ما أتحدث عن شخص، أنا لا أقول كان يعني مصداقه رجل، بالنتيجة هي خراساني مصداقه رجل، الروايات تتحدث عن أشخاص لا تتحدث عن ملائكة. وهكذا أقول بأنه أيضا من تحدث عن سيستان تقصد به أيضا مصداقه رجل، لا شك ولا رأي. لكن من هو؟ وقلت لهم لا توصلوا للسيد السيستاني خفيز على العلم. نعم، السيد السيستاني الله يديم ظل يأنف من ذكره بهذه الطريقة. لكن أنا لم أتحدث لا عن السيد السيستاني، قد يكون أولاده، قد يكون أحفاده، قد يكون شخص آخر. منطقة. أنت قلت لهم بشرى. نعم، الرواية هي تقول عن معروف ابن خربوذ رضوان الله تعالى عليه يقول كلما خالد إلى آخره دخلت على دخلت على أبي جعفر أو أبي عبد الله، الآن التردد من عندي، كان يقول خراسان خراسان سجستان سجستان، وكأنه يوصينا يبشرنا بذلك. هذه نص الرواية، السبب ما عدا البداية اللي هي أبو عبد الله أو أبو جعفر صلوات الله وسلامه عليه، البشرى من الإمام صلوات الله ليست أو هكذا فهم معروف ابن خربوذ رضوان الله تعالى عليه بأن الإمام يبشره. طيب، بهذا. إذن أنت لا تقصد السيد السيستاني؟ من يرجع إلى حديثي يعرف أني عرفت سجستان ولم أعرف الشخص.
طيب حديثي بعيد عن الأشخاص. نرجع للمجلس الأعلى، تحدثت عن الولايات الثالثة بوقتها في وقتها مع السيد المالك ورفضها وكذا إلى آخره، بس الغريب كيف ترفضون تعدد الولايات في دائرة الحكم وقبل أيام تعددت ولاية أخرى للسيد عمار الحكيم؟ يبدو على أنه هذا الحزب يعني حزب عائلي مو حزب ديمقراطي، مقبول هذا الاعتراض؟ أنا لا أقبله، يعني لا تقبله، لا أقبله، لأن الذين رشحوا السيد عمار إلى الرئاسة لا علاقة لهم بآل الحكيم تماما. في القضية الأولى نحن ذهبنا في حياة السيد عبد العزيز رضوان الله تعالى عليه، نحن كنا ثلاثة، أنا والدكتور عادل عبد المهدي والسيد والسماحة الشيخ خمار حماتي. كان سماحة السيد رضوان الله تعالى عليه في داخل المستشفى، وفي داخل الطائرة جرى حوار بيننا نحن الثلاثة، من يكون البديل عن السيد عبد العزيز باعتبار الرجل كان مودعا، يعني حتى لو لم يعلن ذلك لكن كنا نعرف بالخفايا. فكان قرارنا سهل جدا وسريع جدا بأن ابنه السيد عمار هو من يكون في هذا الموقع. طيب لم يكن لدى السيد عبد العزيز أي علم بهذه القضية، وفضلا عن السيد عمار ذهبنا جلسنا ليلا معه. الرجل أقسمنا بأيمان مغلظة لكل واحد منا، واحد واحد بأقسام بأيمان مغلظة، بأن أي إذا كنت تريد أن تكون رئيسا سأدعمك إلى النهاية، أرى فيكم صلاحا ثلاثتكم يمكن لكم أن تكونوا بهذه المهمة. ولم يكن ليفكر بالسيد عمار مطلقا في هذا الاتجاه. نحن لمسائل متعددة فيما بيننا ولطبيعة التفرغ اللي موجود عنده وعدم تفرغنا نحن في مثل هذه القضايا، رفضنا هذا الأمر تماما وقلنا بأن ترشيحنا محدد على سيد عمار، ما علاقة بيت الحكيم في هذا؟ يعني هو حزب معالي. أنت الآن ماذا فهمت منه؟ أنا فهمت لا خلاف ذلك، بس أقول مستقبلا يعني ما بعد سيد عمار حكيم، إذا كان المجلس، إذا كان المجلس الأعلى يعني آلياتكم تسمح للترشيح من خارج بيت الحكيم أم المسألة حصرا لها؟ إذا كان المجلس الأعلى في يوم من الأيام يفكر بالطابع الأسري سيقضى عليه وسيموت. سيموت، لذلك المسألة لا علاقة لها، يعني النظام الموجود لا علاقة له في الترتيب العائلي، هناك مواصفات محددة، معايير محددة تقول هذا يمكن أن يكون رئيسا أو لا يكون رئيسا. لذلك أنا أنفي نفي تام في أن يكون للأمر أي علاقة بأسرة أو ما إلى ذلك. وتجديد الولاية نفس الأمر، نفس السياق. الشيخ ما معقولة تجي 100%، يعني ما معقول، يعني ليش ما يصير 99 98؟ يعني لنفترض أنه أنت عندك مشكلة وياسين من الناس وأنا عندي مشكلة وياسين من الناس، لا تلغي أن هذه المشكلة لنفترض أنه تساوي 10 20% من شخصيته، 80 يجب أن ننظر إليها. لا أنت مثل ما تفضلت حضرتك قبل قليل قلت إحنا بالمنطق العقلي، بالمنطق العقلي اليوم حتى في دائرة المقدس الله سبحانه وتعالى لو استفتينا البشر راح يحصل على إجماع 100%؟ هو أكيد المسألة يعني فيها نسبية. بالنتيجة الهيئة القيادية هي التي ترشح لمثل هذه القضايا، وهناك مواصفات ومعايير لا يمكن أن تختل. طيب خلينا نغادر هذه الجزئية في موضوع القيادات، كلش واضح على أنه السيد العمار حكيم يعني خرج لنا وجوه جديدة من طاقات شبابية، البعض قرأوا على أنه هذا يعني مقدمات لاستبعاد الكاريزمات الكبيرة واقعا داخل أروقة المجلس. ربما البعض يفكر بهذا الاتجاه بأنه أكو عملية يعني تبديل أو ما إلى ذلك، لكن على مستوى سياسة المجلس وأفكار شهيد المحراب رضوان الله تعالى عليه و
طبيعة تراث المجلس الأعلى بعيد عن وحتى الواقع الديني، لا يمكن أن ينظر إلى الشاب بتميز عن الشيخ الكبير أو للشيخ الكبير بتميز عن القضية. فيها عدة اعتبارات، تارة على مستوى القوة التنفيذية لا شك أن الشباب يستطيعون أن يؤدوا دورا أكثر من الكهول، ولكن لا يعني أن الشاب لديه حكمة الكهول أو لديه صبر الكهول أو لديه قوة القرار حينما يصدر، تختلف المسألة. لذلك أعتقد طرح الموضوع فيه تزييف لحقيقة ما يجب أن يجري. طيب. لا يوجد هناك صراع أو هكذا يجب أن يكون صراع ما بين هذه الشريحة وتلك الشريحة. طيب. لماذا يتصارعون؟ خلي يكون يعني طرح فيه تزييف، لكن هو استفهام بالنتيجة من حقك يعني. لا لا أنا أقول. أنا الوقت كلش قليل، داهمنا إذا أطرح إشكال آخر على موضوعات المجلس الأعلى. أنتم هواي مأخوذ عنكم في الأوساط وبالتحديد العراقية ما بين الأحزاب الإسلامية على أن أنتم ناس طقوسيين أكثر من اللازم، تهتمون بالأنشطة بالاحتفالات على خلاف الآخرين، من نسألهم والآخرين أقصد الأحزاب، ولا حتى بما أنه اليوم موضوعنا إشكال الحشد الشعبي، نقول إحنا تسليحنا أموالنا نذهب إلى التسليح، بينما المجلس الأعلى يهتم بمؤتمراته بنشاطاته الحزبية إلى آخره، ولذلك حتى صوتكم في الحشد الشعبي مو مثل أصوات الآخرين. أولا وجودنا في الحشد الشعبي وجود قوي جدا، لكن كثيرا من الأحيان نعمل بلا إعلام، والحشد الشعبي بسبب ظروف الحكومة السابقة وموقفها من المجلس الأعلى أعطيت لأطراف أثرى لم تعطى لبقية الأطراف، ولا وجودنا وجود أصيل في هذه القضية. القضية الثانية، إذا كنا نحن طقوسيون فلأن شعبنا وديننا هو بهذا الاتجاه، ديننا يدعونا إلى زيارة الإمام الحسين، يدعونا إلى ديننا طقوسي؟ طقوسي نعم، الصلاة ماذا تسميها؟ لا مو الوصف بالدين بوصفه طقوسي يعني لربما الصلاة ماذا تسميها؟ صلاة الجماعة ماذا تسميها؟ صلاة الجمعة ماذا تسميها؟ الحج برمتي ماذا تسميه؟ وكل هذه فعاليات اصطلح عليها الآن بأن تسمى طقوسا. طيب. بالنتيجة هذه الحالات مطلوبة دينيا، المجلس الأعلى كتيار شعبي قطعا هو يمثل هذه الإرادة أو يجب عليه أن يكون بهذه الطريقة، لكن ليست مهمته السياسية هو هذا المنهج. مهمته العقائدية المعنوية، طريقته في ربط البناء في الطريق في التماسك. تطرح هذه القضايا بشكل جدي. شيخ جلال الدين الصغير، كنت ضيفا جميلا انقيادي في المجلس الأعلى، شكرا جزيلا على تحت هذا الوقت، حياك الله. سادة المشاهدين، شكرا لكم على حسن المشاهدة والمتابعة، في أمان الله.